صباح الخير. يسعد صباحك عفاف. تمام يسعد صباحك. صباح الخير لجماعة مشاهدينا من وين ما كنتوا عم تتابعونا. اليوم الصباح اكيد فايقين وان شاء الله هيك يا رب يكون هذا الصباح رواق وكلكم ثقة فينا وعم تتابعونا، واكيد ممكن وكثير نفيدكم بمحطاتنا الصباحية المتنوعة والمختلفة وكل عادة اكيد. وبكل صباح بدي اتمنى لكم بهذا الصباح وبالصباحات القادمة تكون كل خير وكل الاشياء يلي بتحلموا فيها وعم تسعوا لتحقيقها. مكفين معكم بصباحنا اكيد، ولكن صباح الخير مره ثانيه سلمى. يسعد صباحك عن جديد عفاف، صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كانوا عم يحضرونا. نهار جديد ان شاء الله يا رب هالنهار يكون مليان بالخير وبالانجازات مثل العاده. نهايه الاسبوع معكم، طبعا هالاسبوع كان كلياته عطله ففيه كثير من الراحه، هالايام فيها شويه ضغط هلا قبل ما يجي طبعا العيد الكبير. نتمنى لكم التوفيق. خلينا نبلش محطاتنا ونصبح عليكم بغنيه، واكيد ما بيخلى صباحنا من مجموعه من المعلومات الغريبه والجديده ممكن نكون لاول مره عم نسمع فيها. خلينا نتابع سوا ضمن فقره هل تعلم. هل تعلم أن قلب المرأة ينبض بسرعة أكبر من قلب الرجل، كما أن حجمه يفوق حجم قلب الرجل؟ هل تعلم بأن لون البشرة والشعر يختلفان باختلاف تركيز صبغة الميلانين؟ فكلما ازداد تركيز الصبغة يصبح لون الشعر والجلد داكن. هل تعلم أن مياه الأمطار التي تأتي من السحب هي أنقى أنواع المياه، لكن تلوثها يأتي بعد دخولها للغلاف الجوي بفعل عنصر الكبريت؟ ومنبقى أيضاً بمعلومة عن عنصر المياه، فهل تعلم أن شرب الماء على معدة فارغة يعالج الكثير من الأمراض منها الصداع وألم المفاصل والسمنة؟ وهل تعلم بأن التصفيق جيد لصحة الجسم؟ للوهلة الأولى قد تعتقد أن ذلك يعد مزاحاً، لكن هل تعلم بأن التصفيق يقوم بتحسين الدورة الدموية ويعالج الألم العصبية؟ هل تعلم أن أول سيارة تدور بالبنزين كانت عام 1895؟ هل تعلم أن أول بلد عرف الشوكولا هو المكسيك؟ وأخيراً، هل تعلم أن أول من اكتشف المطاط هم الإسبان من عام 450؟ بعد ما تابعنا عفاف معلومات غريبة وحلوة مفيدة هيك، ممكن كل يوم ناخذ منها معلومة عن جد مختلفة، رح نروح ونرجع سوا ونقلب بروزنامة التاريخ ونتعرف على أهم الأبراز وأبرز الأحداث يلي شكلت بتتالي حكاية اليوم بالتقرير التالي. اليوم 9 أيار، عبر الزمن والسنين كتير من الأحداث اللي مرت، قراءة سريعة لذاكرة اليوم. بعام 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. بعام 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كامبرا بدلاً من ميلبورن. بعام 1945 الإعلان عن استقلال إيطاليا بعد الحرب العالمية الثانية. بمثل هاليوم من العام 1947 الإعلان عن استقلال رومانيا. بعام 1947 زلزال بشبه جزيرة إيزو اليابانية يودي بحياة 30 شخص. بعام 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. بعام 2015 منظمة الصحة العالمية تعلن أن ليبيريا أصبحت خالية تماماً من فيروس الإيبولا. من الوجوه اللي أبصرت النور بمثل هاليوم من العام 1927 مانفرد آيغن، عالم كيمياء ألماني حصل على جائزة نوبل بالكيمياء عام 1967. بعام 1946 يوكيا أمانو، دبلوماسي ياباني ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. من الوجوه اللي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من العام 1850 لويس جوزيف جي لوساك، عالم فيزياء وكيمياء فرنسي. عام 1931 ألبريت ميكلسون،
عالم فيزياء أمريكي حصل على جائزة نوبل بالفيزياء عام 1907. مشاهدينا، أكيد بفصل الربيع كتير من الأشخاص ممكن يعانوا من مشاكل صحية مختلفة، وممكن تكون المشكلة الأساسية بجهاز المناعة عنا. فكيف نحن منقدر نعزز جهاز المناعة ونقويه، وإمتى ممكن يكون جهاز المناعة عنا ضعيفة؟ الجواب رح نتابعه ضمن المادة التالية. قد يكون الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة للإصابة بعدوى متكررة، كون جهاز المناعة مسؤول عن حماية الجسم من الغزوات الخارجية، وهو يتشكل من خلايا الدم البيضاء والأجسام المضادة ومكونات أخرى، بما في ذلك الأعضاء والعقد الليمفاوية. يمكن للعديد من الاضطرابات أن تضعف جهاز المناعة وتتسبب في إصابة الشخص بنقص المناعة، ويمكن أن تتراوح هذه الاضطرابات من خفيفة إلى شديدة، بعضها تكون موجودة منذ الولادة، بينما ينتج البعض الآخر من عوامل بيئية كالفيروس العوز المناعي البشري وأنواع معينة من السرطان والتهاب الكبد الفيروسي. أبرز علامات ضعف المناعة في الجسم: العارض الأساسي لضعف الجهاز المناعي هو التعرض للعدوى، ومن المرجح أن يصاب الشخص الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة بالعدوى بشكل متكرر أكثر من الأشخاص الآخرين. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أكثر عرضة أيضاً للإصابة باضطرابات المناعة الذاتية، التهاب الأعضاء الداخلية، اضطرابات الدم كفقر الدم، مشاكل في الجهاز الهضمي كفقدان الشهية والإسهال والتشنجات المعوية، تأخر النمو والتطور عند الرضع والأطفال. نصائح لتقوية جهاز المناعة: النصيحة الأهم التي يوصي بها مراكز السيطرة على الأمراض هي التأكد من النظافة الجيدة التي تشمل غسل اليدين وبشكل متكرر، وتجنب الأشخاص المرضى والاقتراب منهم أو مشاركتهم حاجياتهم الخاصة. يعني مثل ما تابعنا نصائح مهمة جدا عفاف لتقوية جهاز المناعة. الحقيقة جهاز المناعة مو بس بيدخل بأمراض الحساسية، بكل أمراض الجسم. واليوم بيقولها محطاتنا الطبية رح نحكي عن الحساسية اللي وصلت مبكرة مع هذا التقلب المناخي الشديد يلي أثر على كل الأشخاص حول العالم. ويقال حسب بعض الأخصائيين والأرقام المتداولة أنه تقريبا 800 مليون شخص بالعالم تأثر هذا العام من التغير المناخي بإصابات متعددة، منها الحساسية التي تعتبر ملازم للتنقل بين الفصول الموسمية، وبتصيب الإنسان بأشكال مختلفة. وطبعا الجهاز المناعي بيتأثر، أو هو بيكون إما بيحمي أو بيزيد وبيفاقم هاي الحساسية. تماماً سلمى، موسم الحساسية اليوم بهذا العام أكيد بكر، وكثير من الأشخاص عانوا من أعراض مختلفة، ويمكن ما قدروا يفرقوا بين الحساسية الموسمية أو الحساسية العادية والحساسية الفيروسية. لهيك كيف بتم العلاج، وكيف نحن بنعرف حالنا أنه هاي الحساسية ما أنا مؤذية، وإمتى بتصير تأذي جهاز التنفسي عنا وأيضاً تنتقل لإضعاف جهاز المناعة، وشو هي أكيد التشخيصات والعلاجات والأعراض اللي بتكون موجودة من أوقات سعال وسيلان أنف وتدميع عيون وميت قصة، وأكيد أعراض تانية مختلفة. اليوم رح نتعرف على كتير تفاصيل ونجاوب على كتير من الأسئلة والاستفسارات مع الدكتورة نوار برادعي، اختصاصي بالأمراض التنفسية. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. صباح الخير. صباح الخير دكتورة. يعني فعلا السنة هيك شوي الجو مختلف، إن كان بهذا الشتاء أو حتى هلأ الربيع والصيف، لاحظنا أنه الأمراض التنفسية تفاقمت بهذا التغير المناخي. الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية موسمية انزعجوا حتى بوقت مبكر قبل قدوم الربيع. خلينا نعرف شوي اليوم قدي في فروقات لاحظتوها من خلال العيادات، من خلال المراجعين، عن تأثير الحساسية الموسمية بهذا الوقت. فعلا الحقيقة عم تضوي على موضوع كتير مهم، وبهذا الوقت من السنة يعني أكثر المراجعين بالعيادات حاليا وحتى بالمشافي عم بيكونوا مزعوجين من أعراض السعال وضيق التنفس، يلي يعني عم بيكون غالبا صار له يعني من ايام لاسابيع حتى.
بظن انه تقلبات الجو بهذا يعني هو المناخ عم بتغير عالميا، وتقلبات الجو هي اللي عم بتساهم بهذا الموضوع اكثر. في اشخاص عم بيعانوا من سعال صار له اسابيع، يعني حتى عم بيقولوا لي من رمضان او حتى من بدايه قبل رمضان عم بيعانوا من هي الاعراض. السعال عم بيكون مزعج، عم بيعيق بعض الاعمال، عم بيعيق حتى النوم، يعني عم يعانوا من قلة النوم خصوصي عند الأطفال عند أهاليهم، عم بيكون ضيق التنفس شديد، عم بيترافق مع أعراض ممكن تشبه أعراض الربو حتى. يعني هو كل سنة نحن تقريبا بنشوف هاي الأعراض لكن مو بهاي الشدة، يمكن مبكرة شوي أو عم بتكون أشد، ما بعرف هي مطاوعة المريض على العلاج عم بتكون أقل أو أنه لجوءه لعلاجات قبل ما يلجأ لعيادة الطبيب عم بتكون أكثر هاي السنة، يعني عم بتأثر باستجابة المريض على العلاج أكيد. طيب دكتورة، كثير من الأشخاص ممكن يصير عندهم أعراض مختلفة ما يقدروا يفرقوا فوراً، ممكن يلجأوا من حالهم للمعالجة الذاتية، يأخذوا حبوب التهاب، يأخذوا خوافات حرارة أو مسكنات بدون ما يعالجوا السبب الرئيسي، ممكن يفكروا أنه هذا مرض فيروسي. كيف نحن بدنا نفرق اليوم بين الحساسية والمرض الفيروسي؟ هلا يعني بهذا الوقت من السنه كثير بتتداخل الاعراض مع بعض فعلا، يعني بتقلد الاعراض لانه الانترنت الفيروسيه هي بتعمل اعراض سعال، بتعمل سيلان بالانف، بتعمل دماع، بتعمل تعب ووهن بالجسم، ممكن تترافق مع حراره، يعني او يعني الاغلبيه بتترافق مع حراره لكن قد تكون الحراره مانا شديده. باعراض التحسس بتكون الاعراض مياله اكثر لانه تكون سعال وعطاس وسيلان بالانف، مفرزات بتكون مخاطيه بيضاء عاده، قد تكون مائله للصفار، لذلك الاعراض بتتداخل مع بعض البعض. هلا اذا ما في ترفع حروري فالاعراض بتمشي مع تحسس اكثر. القصص العائليه بتلعب دور، يعني لما بيكون في عندنا نحن كذا شخص من العيله عندهم اعراض تحسس ومعروفه لدى العائله، بتقول لك الام انا عندي قصه تحسس، او والدهم او مثلا اخواتهم عندهم قصه حساسيه، او في قصه ربو بالعيله مثلا قصه تعرض لروائح قبل ما تبدا الاعراض. يعني بذكر مثلا ست البيت بتذكر انه هي شمت روائح منظفات او معقمات، او مثلا كانت ماشيه بحديقه بعد ما صار في هواء انزعجت من الاعراض، او هي كل سنه بهذا الوقت تتكرر عندها الاعراض، فهذا الشيء بيوجهنا لتحسس اكثر ما يوجه لانسان اذا في مرض فيروسي بيرافقه حراره. يعني عاده بتترافق مع حراره، عاده ممكن تكون الحراره مانا عاليه لكن هي موجوده، يعني قصه برديه، قصه عروقات، هي بيالي اكثر لانه يكون انسان فيروسي. هلا باي وضع من الاوضاع سواء انسان فيروسي او تحسس تقريبا العلاج هو رح يكون عرضي، يعني احنا بالانترنت الفيروسيه ما بنعطي صادات، صادات بتنعطى لما بيكون في عندنا شيء بيدل على انسان جرثومي، وهذا الشيء من خلال الفحص السريري بيبين اكثر، من خلال الفحص السريري، من خلال الحراره العاليه، من خلال الاستجواب بيبين اكثر ما انه يكون المريض هو بيقدر يميز بيناتهم. طيب دكتوره، اذا حكينا شوي عن الاعراض اللي بتظهر بالحساسيه واللي هي مختلفه بين شخص لشخص وبين جهاز مناعي ايضا وجهاز مناعي، فبنشوف مثلا ناس بتظهر عندهم سيلان الانف، العطاس المتكرر اللي بيتاهب مثل ما قلتي حضرتك على روائح معينه او شم الهواء او ما الى ذلك، وفي ناس بيطلع عندهم باشكال مختلفه مثل حكه جلديه، طفح جلدي معين، فما ممكن يربطوا بسهوله انه هذا ناجم عن حساسيه تنفسيه، ممكن يفكر له علاقه بالاكل او ما الى ذلك. فخلينا نحكي شويه تفاصيل عن الاعراض وكيف بيتم التشخيص بناء على هي الاعراض. هلا التحسس هو عباره عن ارتكاس الجسم لمؤرج خارجي، بيكون فيه زياده بافراز ماده بنسميها الهيستامين، بترتفع فيها بعض الجلوبولينات المناعيه اللي مثل الاي جي اي نحن بنسميه، فالجسم بده يرتكس لهي المفرزات اللي موجوده فيه. هلا ممكن تلاقي شخصين ثلاثه بنفس الموقع، شخص فقط بيتحسس والاثنين الثانيات ما بيعانوا من اي اعراض، يعني قاعدين بنفس الحديقه خلينا نقول، صار في هواء، صار في ورد عم يتطاير، صار في غبار طلع، شخص صار يعطس ويسعل والاشخاص الثانيين ما صار لهم شيء، لانه طبيعه الجهاز المناعي عند هذا الشخص وارتكاسه غير الاشخاص الثانيين. بالمقابل في اشخاص ممكن تكون عندهم الحساسيه فقط
فقط جلدية، يعني بس بيصير في عندهم حكة وشرة. في أشخاص بتكون الحساسية عينية أو أنفية فقط، وفي أشخاص بتكون في عندهم الحساسية بالجهاز التنفسي، بتتبع للارتكاس العضو الموجود بجسمهم. في أشخاص هن مو بس تحسس، في أشخاص هن أساساً عندهم ربو، والربو له محرضات عنده، منها غبار الطلع مثلاً، أو منها الهواء البارد يلي عم يتعرضوا له، أو الروائح يلي عم يتعرضوا له. فبيكون الارتكاس عندهم عبارة عن أعراض ضيق تنفس، ممكن توصل لوزيز، ممكن يضطر يروحوا على المشفى حتى يعملوا جلسات إرزاز، أو ممكن يضطروا يصير عندهم قبول مشفوي. فإذا الارتكاس المناعي بجسم الشخص بيختلف من شخص لآخر، وشدة الأعراض بتختلف أيضا من شخص لآخر حسب شدة هالارتكاس. إذا الأعراض بتتفاوت من شخص لآخر، ممكن تكون على شكل أعراض جلدية، أعراض عينية، سيلان عطاس، ممكن تترافق كل هدول الأعراض مع أعراض تنفسية اللي هي السعال الجاف أو السعال المنتج لقشع والوزيز الصدري. طيب ممكن هاي الأعراض دكتورة وقت بتصير مع أي شخص اليوم يلجأ للعلاجات الذاتية من عنده، أو ممكن يلجأ كمان للأعشاب بدون ما يشوف دكتور أو يشخص الحالة ويعرف شو معه بالضبط؟ اليوم كيف نحن بنعتبر هاي الحساسية مرض بده معالجة، وشو كيف ممكن نحن نعالجه؟ هلا بأي يعني بأي حال من الأحوال أنا بفضل دائما إنه المريض ما يعالج حاله، يعني لحاله ما يلجأ للأعشاب، يراجع الطبيب. يعني بجوز تكون بداية المرض بسيطة تتعالج ببساطة وما تتفاقم معه الحالة. العلاج يعني حسب المرض، مثلا التهاب الأنف التحسسي بيختلف علاجه عن التهاب القصبات التحسسي أو حتى الربو القصبي. لذلك بأي حال من الأحوال أكيد نحن ما بنلجأ للأعشاب، بنراجع الطبيب، والطبيب هو بيقرر خطة العلاج المناسبة للمريض. ولما بيعالج المريض نفسه ممكن يلجأ لعلاجات بتضره ما بتفيده. يعني في مرضى بيضطروا ياخدوا مسكنات، نوع من أنواع المسكنات بالعكس بتأذي المريض أكثر، أو بيضطروا ياخدوا مضادات تحسس بتكون مثلا بتجفف المفرزات، فبالتالي بتفاقم الإصابة أكثر تماما. طيب دكتورة نوار، خلينا نحكي عن فترة العلاج. كثير أشخاص بيقولوا أنا يعني مثلا رحت عن طبيب وأخذت علاج معين، أخذته مرة وخفت عندي الأعراض وصارت أموري تمام، وبينسوا الموضوع. ونحن عم نقول هي حساسية موسمية، يعني هل هذا العلاج بيتكرر مفروض معه نفسه كل سنة؟ خلاص أنا أول ما أشوف هاي الأعراض برجع بأخذ نفس الدواء، ولا لا أنا لازم كل مرة تكررت معي الأعراض أعمل مراجعة، وهي الأدوية ممكن تكون لفترات طويلة أو لا فترة معينة من السنة بأخذها؟ هلا ما في قاعده، هي بتختلف حسب المريض، لكن يعني المريض اذا بيقدر يراجع الطبيب افضل. اذا ما بيقدر يراجع الطبيب والطبيب شخص له فرضا التهاب انف تحسسي، بيقدر يكرر الوصفه الا اذا كانت في اعراض جديده ظهرت عليه، مثلا ترافقت مع حراره، لا هون معناها في شيء جديد انا لازم راجع الطبيب، او بلش بالعلاج ولقى انه الاعراض ما عم تتحسن كمان لازم يراجع الطبيب. ممكن يكون بوقت من الاوقات هو لسه يعني هو الشخص عنده استعداد يصير ربو بس ما تكاملت الاعراض، وبالتالي الطبيب بموسم من المواسم ما شخص له ربو. إذا بيراجعه الطبيب بيفحصه بيلاقي أنه مثلا في عنده وزيز بالصدر، بيعمل له اختبار وظائف رئة بيكتشف أنه هذا المريض صار ربوي، وبالتالي العلاج صار مختلف تختلف. لذلك يفضل أكيد مراجعة الطبيب بأي عرض بيظهر عند المريض إذا كان بإمكان المريض ذلك. طيب دكتورة خلينا كمان هيك نهتم كتير بهدول الأشخاص المريضين يلي كتير بيعانوا، إن كانت حساسية بالعيون أو بالأنف ممكن كلها تترافق أو بالجهاز التنفسي. اليوم ما بين الأعراض، فترة الأعراض وفترة العلاج، ممكن يصير عند هذا الشخص أزمات نفسية أو حتى تنفسية ممكن نقول، بس كيف ممكن هو يتعايش مع هاي الحالة اللي بين ما هو مثلا طاب، أو يتعايش مع هذا المرض الموسمي اللي هو بكل ربيع بده يصير معه؟ هلا يعني الحساسية بالدرجة الأولى علاجها هو الوقاية. يعني المريض بيعرف حاله مثلا أنه بيتحسس من طقس معين، يفضل وقت اللي بيطلع من المنزل أو من العمل يكون لابس كمامة حتى يقلل فرص استنشاق المواد اللي بيتحسس منها. الابتعاد عن الروائح والمخرجات قدر الإمكان. إذا المريض مدخن يترك التدخين، ما يقعد بجو مغلق جو فيه روائح تدخين وأراجيل.
مثلا عنده انتانات تنفسية متكررة سنويا، ياخذ لقاح الانفلونزا ببداية الموسم، يعني بداية موسم الإصابات التنفسية طبعا، يعني بأشهر أيلول تشرين أول نحن عم نحكي. لذلك هو الشخص يعني بيعرف طبيعة جسمه، بيعرف الطبيب يلي بيعالجه وبيتابع معه بيقدم له نصائح معينة، فيلتزم بهي النصائح وبالتالي بيقلل من الأزمات النفسية اللي عم بتصير معه نتيجة تغيبه عن العمل، نتيجة معاناته أثناء العمل، ونتيجة قلة النوم اللي عم بيعاني منه، ومن الأزمات التنفسية بنفس الوقت. العلاج ما جاوبتك على سؤالك إنه العلاج ممكن يكون طويل، أي ممكن يكون فترات طويلة، وبتختلف فترات العلاج من مريض لآخر أكيد. صحيح. طيب أهم نصيحة بتحبي توجهيها اليوم قبل ما نختم حديثنا دكتورة لكل طبعا مرضى الحساسية على اختلاف أنواعهم مثل ما قلنا؟ هلأ أهم نصيحة أنه مراجعة الطبيب بالدرجة الأولى، في اختبارات ممكن تساعدكم، يعني ما تفكروا أنه العلاجات هي واحدة، بخاخ الأنف واحد، بخاخ الصدر واحد، لا، في علاجات ممكن تختلف من شخص لآخر، اختبارات ممكن تساعدنا لحتى نعرف شو المادة اللي نحن عم نتحسس منها، فممكن الطبيب يساعدنا بهذا الموضوع. هي كتير نقطة مهمة، أنا بشوف ناس بيروحوا بيقول أنا تشخصت حساسية من دون ما أعمل اختبار، تماما، علما أنه يمكن الاختبار بيفيدهم لحتى يعرفوا شو المواد اللي بتعدوا عنا. تماما. يعني في ناس مثلا بيتحسسوا من ديودوران ما بيتحسسوا من البرفان والعكس وما إلى ذلك، في شغلات بسيطة ما بتخطر على بال حدا. صحيح. إنه هي ممكن تعمله حساسية ريحة معينة بالأكل، يعني مو شرط الدخان وما إلى ذلك. قد ايه مهم هذا الاختبار، وهل كل سنة أنا لازم أخضع أو لا هو مرة واحدة كافي؟ هلأ الاختبار اللي أنا عم بحكي معه إنه هو اختبار للمواد غالباً المستنشقة، يعني بيشمل مثلاً غبار الطلع، زهر الزيتون، العث المنزلي، مواد يعني تقريباً شي 15 مادة بيحقنوها تحت الجلد وبيشوفوا ارتكاس الشخص لإله، وحسب ارتكاس الشخص في لقاحات معينة بتنعطى لهي المواد. هون فترة العلاج طويلة، ممكن تستمر لحد 3 سنوات، نسبة الاستجابة عليها مقبولة، يعني ممكن توصل لحد 70%. لما المريض ما بيستجيب على العلاج يعني ممكن تخفف من ارتكاسه لهي المواد. لذلك هو مهم إذا الاختبار موجود، إذا المريض بيقدر يساوي أكيد أنه يساوي. أيضا في اختبار اسمه وظائف رئة بيشخص لي قديش شدة العسرة التنفسية عند المريض، كمان هذا الشخص لما بيلجأ للطبيب مهم أنه يعمله إذا في عنده أعراض تنفسية، لأن ساعتها العلاج بيختلف بين أدوية حساسية فقط ولا بين بخاخ كورتيزون إنشاقي. صحيح. كمان في نصيحة مهمة بدي أقولها للمرضى، أنه لا تخافوا من البخاخات ولا تخافوا من العلاجات، لأن الطبيب أكيد ما حيعطيكم علاج بيضركم. بخاخ الكورتيزون مثلا هو بخاخ موضعي، لا بيسمن، لا بيعمل ضغط، لا بيعمل سكري، يعني التأثير اللي ممكن يساوي هو فطور فموية. نحن بنتحاشى هذا التأثير لما بنستخدم البخاخ بطريقة مضبوطة وبيغسل تمه بعد الاستعمال. في مرضى بيتركوه بيخافوا من الانتانات البولية، ما بعرف شو الرابط بيناتهم. في مرضى بيلجأوا لبخاخات موسعة قصبية لأنه بيلاقوها أنه بيرتاحوا عليها بشكل سريع وبيتركوا بخاخ الكورتيزون. يعني للأسف بنلاقي أخطاء طبية موجودة، أكيد أخطاء عديدة، ولكن الأهم مثل ما قلنا هو استشارة الطبيب. نشكرك دكتورة نوارة على وجودك وكل المعلومات اللي قدمتي لنا إياها. أكيد دكتورة بدنا نشكرك، وأكيد كمان بدنا نتمنى السلامة لجميع المشاهدين، إن شاء الله هيك تلتزموا بهي النصائح وتستفادوا منها ويبعد المرض عنكم. مكملين معكم فقراتنا، وتاني فقراتنا رح تكون مع سلمى. رح نروح هيك شوي نحكي عن العمل. عفاف، دائما الشباب وخصوصا الشباب الجامعي بيكون عندهم مشكلة العمل والدخول لسوق العمل مشكلة كتير كبيرة. تماما. في جملة بيقولوا لهم ياها إنه ابدأ يومك أو كل يوم كأنه يوم عملك، يمكن هاي الجملة تحفيز، ممكن كتير شباب يقولوا انه هاي الجملة ممكن تساعدهم لحتى فعلا ينظروا لسوق العمل وللقادم بشكل مختلف، فعلا ممكن تعطيهم تحفيز، ولكن هل التحفيز هو كافي فقط؟ هل كل تخصص اكاديمي ممكن الشخص يلاقي فورا المجال العملي اللي بده يدخل عليه؟ وهل ممكن يكون التخصص الاكاديمي طريق وسوق العمل طريق آخر؟ كتير أسئلة بتخطر ببال الشباب بهاي المرحلة. صحيح سلمى، واليوم ممكن كتير من الشباب يكونوا عم يتكلوا بس على الجانب النظري والدراسة فقط من خلال المسيرة الجامعية، ولكن اليوم أكيد وجود هي الشهادة ما في إلى أي أثر دون خبرات وأيضا تطوير للمهارات بسوق العمل. لهيك ممكن الشباب اليوم يغيبوا عن هي الملاحظة وما يعرفوا شلون ممكن يسوق لذاتهم، وتكون هاي الأمور كتير مهمة لالتجاؤهم لسوق العمل. فاليوم كيف نحن ممكن
طرق لهذا الموضوع بخصوص الأكاديمية التعليمية، وكيف ممكن نحن ننمي هاي المهارات والقدرات عند الشباب ونكتسب كثير من الخبرات ونتطور من حالنا. هاي الأشياء كثير رح نعرفها مع ضيفنا لليوم الأستاذ سليم الكسم، مدرب تنمية بشرية. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم، يعطيك العافية، تحياتي. صباح الخير أستاذ سليم. صباح النور. خلينا نبلش مع حضرتك من هيك مثل ما قلنا بالمقدمة. نعم. اليوم أنا بتمنى يكون عندي شيء لحتى أقدر أتواجد فيه بسوق العمل. عملت الجزء اللي علي مثل ما بيقولوا أكاديميا شو ما كان. نعم. هذا الاختصاص، ولكن سوق العمل ما بيكفي في الشهادة الأكاديمية اليوم. نعم. اليوم أنا بحاجة لمهارات. 100%. شو هي أهم المهارات لازم يمتلكها الشخص ليدخل سوق العمل؟ هلأ الفكرة الأساسية ما بدي الشخص يدخل سوق العمل، بدي سوق العمل يدخل لعند الشخص. هي الفكرة المهمة جدا. كثير من الطلاب بتقلي بس اتخرج لح أعمل. أنت إذا تخرجت، التخرج هو لا يعني أي شيء، فأنت فيك تحضر الموضوع من قبل، من السنوات الأولى. كثير من الطلاب خلص مفاضلة، بلش دوام بالجامعة، فحط أول ما داوم بالطب حط أنه أنا الدكتور فلان، حط أنا المحامي فلان. الكل بيقول له أنه طول بالك، ولا لا تطول بالك، لا لا تطول بالك أبدا. أنت محامي مو وقت بتتخرج محامي، مو وقت بيعطوك شهادة محاماة، أنت محامي وقت أنت تقتنع من جوا أن أنت محامي. نفس الفكرة بكل الاختصاصات. النقطة الأساسية أثناء الدراسة الأكاديمية كتير بيكون طبعاً كل الدراسات وكل التخصصات فيهم شق عملي، فيهم نوتات، فيهم حلقات بحث، فيهم استاجات، فيهم شيء عملي ما بطريقة ما. استخدام هذا، نحن حكينا المرة الماضية بلقاء سابق عن استخدام هذا الشق العملي لتسويق ذاتي أنا للموضوع. كتير مهم طبعاً. بيتخرج الشخص بيتفاجأ ومحيطه، تفاجأ خالته ليش انت بتدرس كيمياء؟ تمام. ايه طب ما بيعرفوا انك بتدرس كيمياء، مع انه منضافين عندك على الفيس وبتروحوا بتجي انت وياهم، بس ولا مره شافوا لك منشور واحد عن الكيمياء، ولا مره شافوا لك حاله. انت كدكتور اسنان ما شافوا حاله لك على صفحتك. انت عم تدرس حقوق، انت عم تدرس علم اجتماع، ما ولا مره كتبت ولا منشور عن هذا الموضوع، ولا عملت اي شيء. بالتالي محيطك مو جاهز يتلقفك كأنت حدا بيفوت على سوق العمل. فكتير مهم أنا اللي الفكرة الأساسية حضر سوق العمل، لأنه طبعاً كلياتنا بنعرف أي حدا بيقعد مع أي صاحب عمل اليوم، مع أي صاحب شركة بيقول لك أنا عندي مشكلة كبرى للاقي توظيف، عندي مشكلة كبرى وبتقعد مع الشباب بيقول لك أنا عندي مشكلة لاقي فرصة عمل. شلون بتزبط معكم أنتوا هدول عم يدوروا على هدول؟ الفكرة الالتقاء بالنص هو لعبة التسويق الذاتي. أنا كيف سوق وقل لهم أنه أنا بشتغل هذا العمل، بشتغل هذا الموضوع. كتير سهلة الأمور. أنا لما نبلش أول شغلة خلي الكل الموجودين يعرفوا أنه أنا هذا اختصاصي. من خلال أنا فتت على الكلية، تصورت قدام الكلية ألف بيت، تصورت قدام الكلية، تصورت بالمدرجات، سألت شي مرة سؤال تمام على 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 الفيسبوك، على اللي حواليك، على الناس بقعدة العيلة. كتير مهم هذا الشيء اللي بلش أنا حضر محيطي إنه مرحبا أنا جاي، أنا اقتصادي، أنا حقوقي، أنا كيمياء، أنا مهندس، أنا مهندس مدني، أي اختصاص. حضر محيطك إنه يا جماعة أنا عم بدرس هذا التخصص. ولو أحيانا ممكن تسأل سؤال بجلسة العيلة إنه نحن عنا بالهندسة العمارة القصة الفلانية، انت عم تسال ويمكن تعرف الجواب وتملك الجواب، بس عم تسال مشان تحضر العيله كلها انه انت بتعرف هذا الموضوع. هذا رقم واحد وكثير كثير مهم. رقم اثنين، كون مبادر. بقلب كل الجامعات وكل الافرع عم يصير انشطه، وخاصه اليوم يعني بلدنا صار يعني سبحان الله هذا اللي صاير نشط الشباب. فبكل تخصص بتلاقي فيه فعاليات وايام علميه ودورات ومؤتمرات، هدول عم تحضرون. تمام. كثير انا مبسوط مثلا بهلا يعني كثير شباب عم يدرسوا معهد صناعات كيميائيه وطلاب كيمياء، معرض هلا كيم اكسبو اللي صار موجودين هنيك وطلعوا اهليهم وتصوروا ونزل على الفيس وكذا. في مين منهم مشارك بمنتجات من صناعته انه يا جماعه انا كيميائي انا موجود. اللي موجودين بهذا هو اصلا موجود بسوق العمل، طبعا ما تخرج، في طالب سنه ثانيه ما تخرج، هو هلا عم يشتغل وعم ينعرض عليه عروض كثير كبيره. في شاب لهلا يعني سنه رابعه كيمياء جابوه عم يشتغل بقسم جوده بمعمل من المعامل الكبيره بالبلد. طب ليه؟ طب شلون صارت؟ ايه هذا الشخص سوق حاله، راح جمعيه الكيميائيين، درس، درب. هذا الشيء اللي هو سوا عمليا حضر سوق العمل لشخصه، مو حضر حاله لسوق العمل. لانه انا يمكن في هون بتناسبني وهون ما بتناسبني،
وسوق العمل له كثير اعتبارات. سوق العمل مو بس عم بياخذ الشق التقني، بده الشق الشخصي. يعني في ناس اخي انا ما بحب الناس اللي من الطبقه الفلانيه، انا ما بدي الشق الفلاني، انا ما بدي الشخص بترتيب معين، تصطفل. بس سوق العمل كثير كبير، ففي شيء يناسبني فلازم احضره كله الي، مو حضر حالي لشق او لجزء او لبوزيشن معين. هي شغله كثير خطيره وكثير مهمه، ومع انها كثير بسيطه وبيحسن يساويها الطالب بدون اي تكلف وبدون اي تكاليف. كثير مهم بتلاقي مثلا دكتور اسنان تخرجت، والله لازم يكون عندك حالات مصورتين قبل وبعد، لا والله ما لحقت. طب ليه؟ شلون يعني ما لحقتي؟ ما اشتغلتي انت والمريض اشهر؟ صحيح. خمس دقائق ما لحقتي؟ مرحبا استاذ انا مشاغل، انا كنت بالكيمياء وشاغل عطورات وشاغل. انت عندك شيء؟ لا والله كلهم وزعتهم، كلهم ما خليت ولا وحده منهم. مثلا بيوصل لمرحله بيضرب مصداقيته احيانا. صحيح. كثير مهم القصه حتى المبادره، انه انا كثير من الطلاب اي اليوم صار بكل كليه بتلاقي في جروب واتساب وجروب فيس للدفعه وجروب تليجرام، بيجي طالب انا مالي بهي العجقه، انا ما بفوت مع ليه؟ مين هيك قال لك؟ لا فوت وشارك ونشور وعلق، لدرجة انه فيك تبلش تعلق، لدرجة انه طلاب الطب بيعرفوا من شي 4-5 سنين في شاب ما له علاقة، يعني لا طالب هيئة ولا مسؤول ولا عنده فريق، شاب لحاله هيك، اي حدا بيسأل سؤال هو بيجاوبه، اي حدا بيطلب مثلا محاضرة بيبعت له اياها، اي حدا بيطلب اختبار بيبعت له، لدرجة انه تسمت الدفعة بدفعته يعني باسمه على اسمه. فبيقول له انت من دفعه فلان، بيقول له لا انا دفعه اللي اكبر منه، صار هو معيار الدفعات. وهذا كلام مثلا بكليه الاقتصاد نفس الشيء بيعرفوا الطلاب من شيء 6 سنين مثلا، في شخص معين مشهور مش عم انا اقول اسماء، مشهور جدا بالاقتصاد، صار انت من دفعه فلان، لا والله انا دفعه اللي قبله، انا فلان صار معيار للتخصص كاملا. طب كيف صار معيار هذا الشخص؟ ما ساوى شيء، عباره عن شويه اهتمام، شويه ارشفه، شوية ردود على التعليقات، شوي ساعد رفقاته، شوي ساعد زملائه، يقدم نفسه تماما. ففعليا سوق حاله كخبير كتير حلو. اليوم سوق العمل يفتقر جدا جدا، كل ماله عم يصير الأكاديمي، عم يفكر الأكاديمي انه هو ماله علاقة بسوق العمل، وسوق العمل عم يفكر ماله علاقة بالأكاديمي. فبتلاقي في معلومة كتير بسيطة هون، حقها كتير غالي بسوق العمل. كتير مهم انا لما فرضا انت عم درس ميكانيك، فأخذت خراطة المسننات وحساب المسنن، كتير حلو هيك مثلا تمرق لك بوست عن هذا الموضوع بطريقة ما، بتقدم نفسك لكل السوق انك انت خبير بهذا المجال، انت بتعرف بهذا المجال، فلح يعطوك. طبعا هون انت ما صفيت عم تروح تطلب راتب، انن عم يعرضوا عليك وعم يعرضوا عليك راتب، ورواتب بصراحة مجزية جدا. اللي بيسوي حاله راتبه يبدأ من مليون ومليونين فما فوق، اللي ما بيعرف يسوي حاله راتبه لا يبدأ من 300-400 ألف ليرة. الفرق كتير مخيف يعني بسوق العمل وما له علاقة الموضوع لا بشطارة الشخص ولا بقوته الأكاديمية ولا بقوته العلمية ولا بقوته حتى العملية. طبعا ما حقول الطلاب اللي بيدرسوا بس لينجحوا، بس هذا يعني مثل بيقولوا هذا برا الموضوع تماما، برا التصنيف تماما. أنا ما بدي أدرس لأنجح، أنا بدي أدرس لأتعلم. تمام. بس لا تأخذ التخرج هو والله المعيار. أنا تخرجت، يا طيب أهلين، يعني شو صار اذا تخرجت؟ مبروك. شو صار اذا تخرجت؟ يعني انا استاذه تخرجت وهلا معي شهاده، سوق العمل ما عم يستنى شهادتك. اليوم نادرا ما يسالوك عن شهادتك بسوق العمل، حتى الشهادات. طبعا الشهاده يعني هل هذه الشهاده مو مهمه؟ لا طبعا الشهاده مهمه، شهاده بتقوننك، بتخليك تفتح مشروعك، بتخليك تعطيك مصداقيه بالسوق، بس ولكن كفرصه عمل ذات نفسها لا. انت اشتغل على حالك، سوق حالك صح. هي التسويق الذات الشخصي هو بيخليك بجهز سوق العمل كله ليتخاطفك، ليتخانقوا عليك، ليجيك بدل العرض 10. تمام. مو والله انا مشان الله يا جماعه وانا بدي احضر مقابله عمل هون او مقابله عمل هون. كثير مهم ببساطه. طبعا حتى هذا الشيء مستمر وتراكمي. في كثير من الناس بيقول لي انا اللي عم تقوله ساويته، اول الدفعه صورت، انا عملت، انا شاركت، لقيت القصه ما لها طعمه، بعد سنه وقفت. التسويق عملية تراكمية ومتكررة، ما بيمشي الحال تعملها مرة أو مرتين أو ثلاثة أو خمسة، بدك طول السنوات وطول الوقت. تمام. صورة الدفعة، كتير ناس من صورة الدفعة بيتوظفوا. كتير حلو أنا بقلب هذا العمل أنه أبني علاقاتي، أنا أكبر مجتمع. أكتر شيء بيستفادوا من الجامعة الطالب مو التعلمات، لأنه اليوم
موجودين العالم عم يتعلموا او عم ياخذوا شيء او عم يتبادلوا خبرات، فبتلاقي الدكتور كثير بيوجههم لمصادر ثانيه يتعلموا منها. وكلياتنا بنعرف انه ما لازم يكتفي الواحد بالتعلم الاكاديمي. طيب شو اللي بيستفادوا اكثر شيء من الجامعه؟ اللي بيستفادوا اكثر شيء هو المجتمع. هذا المجتمع لما انت بتبني فيه خبرات وبتشتغل فيه تمام، فكتير مهم هذا الموضوع. أكيد. خلينا نعود لفكرة أهم ما يجب أنه لازم يكون عند الشخص اليوم لما يدخل سوق العمل. جميل جدا. نحن حكينا قبل ما نطلع أنه نحن حكينا أنه كتير مهم يسوق ذاته، يقدم نفسه كخبير، يبني شبكة علاقاته. كتير مهم أنه هو حتى يختبر هاي القدرات والمهارات اللي عنده. كيف؟ عن طريق اليوم المسابقات. اليوم في كتير مسابقات ريادة أعمال، كتير في مسابقات أفكار. طب انا اختصاصي نظري، انا اختصاصي، روح اختصاصك، اعتبر حالك اليوم تخرجت، انت عم تدرسي علم اجتماع، انت عم تدرسي تربيه، طيب تخرجتي، شو المشروع اللي ممكن تساويه بعلم الاجتماع بالتربيه؟ علم الاجتماع استاذ انا ما فيني، مين قال لك انه ما فيكي؟ دراسات التسويق كلها قائمه على علم الاجتماع. ابحثوا عن تخصصكم بطريقه ثانيه، افهموا كيف بتصير القصه، احضروا هاي الفعاليات اللي بتصير اليوم. مثلا اتحاد وطني طلبة سوريا عاملين مسابقة فرصة اليوم، كل تقريبا كل الجمعيات كل عم تساوي مسابقات لريادة الأعمال طول السنة. في هيك شيء احضروا وتابعوا، شوفوهن على الفيس شو الفكرة اللي عم يطلعوا فيها. حتلاقي واحد انت برأيك اختصاصه بالشرق ومشروعه بالغرب، بس دمجهم بطريقة كتير حلوة وقدمهم بطريقة كتير حلوة، حيألهمك هاد لتحول تخصصك لمشروع حقيقي. طيب انا عندي ولازم يكون عندك مشروع حقيقي. ليش؟ لانه انا حتى مشان اسوق حالي. طب انا بدي اتوظف اخر شيء، اتوظف بس ولكن شارك، بتفهم السوق اكثر. برجع بقول انت اقوى لما بتقدم حالك لسوق العمل، فكتير مهم انا من اول ثانيه اقتنع انه انا هذا تخصصي وهذا مجالي وهذا الكارير تبعي اللي انا حامشي فيه. واحد اثنين، بلش انا اوثق اللي عم يصير، اتصور فيه، انشره، قدم حالي كخبير، ما وقف، كون موجود. انا مبادر، فمبادر بشكل شخصي مع الدفعة، مبادر على الفيس، مبادر وبرد على التعليقات وبرد على العالم. كتير مهم أنا ابني هي الكوميونتي اللي أنا حاشتغل عليها. أنا الناس كلها صارت تعرفني وبعرفها وأنا مجرب حالي. وكتير مهم آخر شيء، اشتغل بسوق العمل شو ما صح لك، اشتغل أي شيء حتتعلم المهارات، تتعلم مهارات إدارية، تتعلم مهارات تواصل وين ما كان أثناء سنوات الدراسة، سواء كنت محتاج ماليا أو مالك محتاج ماليا. نصيحة، اشتغل موظف بأي راتب، حتتعلم كثير مهارات كثير بتهمك، ساعتها أنت بتكون مجهز سوق العمل لك، مو بس جاهز لسوق العمل. أكيد. بالختام وفي لنا تتمة للحديث معك أستاذ سليم، بدنا نشكرك وشكرا لكل النصائح. شكرا لكم، تحياتي، يعطيك الف عافية. شكرا لك أستاذ سليم، تحياتي. أما هلأ مشاهدينا أكيد رح ننتقل معكم لفقرة جدا مهمة ومعلومات جدا مهمة بخصوص الأشخاص المراهقين، هدول الأشخاص اللي بيمروا فترة جدا صعبة وحساسة، وهون الأهل ممكن يعيدوا صياغة العلاقة بينهم وبين أطفالهم، إن كان هذا الطفل صار شاب أو حتى هي الطفلة صارت فتاة وبدهم مساحة أكيد خاصة فيهم وشخصية مستقلة ومرحلة من المحاربة لإثبات الذات والقدرات وتمشية الرأي أيضا على الأهل. لهيك كثير من النصائح والمعلومات رح نتعرف عليها كيف ممكن نتعامل مع أطفالنا المراهقين ضمنها تقرير التالي مع سونيان نصر الله. كيف تبقى في علاقة غير تقليدية وتواصل فعال مع ابنك المراهق؟ المراهقة هي مرحلة انتقالية من سن الطفولة إلى سن الشباب، يطرأ خلالها الكثير من التبدلات في النمو وتمر بالعديد من التغيرات، ابتداء من مرحلة البلوغ الجنسي انتهاء بالنضوج في مراحل النمو المختلفة. وفي هذه المرحلة من التغيير الجسدي والنفسي يدخل المراهق في قوقعته الخاصة، فتختلف ردود أفعاله ونظراته ويكثر التململ والعصبية، وهذا يؤثر في الدرجة الأولى على علاقتهم بآبائهم وتخلق شرخاً واسعاً بين الأب وأبنائه. فالكثير من الآباء يجد محاولة التحدث والتقرب من ابنه المراهق تحدياً كبيراً وصعباً. المراهقة ليست بتلك البساطة، وهي أكثر صعوبة على المراهقين أنفسهم، فبهذه الفترة يبدأ صراخ الطفل الداخلي ليخبر الكل أنه موجود وأن له استقلاليته وتفرده، ويوجه رسالة للأهل للالتزام بتقديم الحب والدعم الغير مشروط ليتخطوا هذه المرحلة المليئة بتقلبات المزاج والتحسس الزائد
بأقل الخسائر، ولبناء علاقة أبوية ناجحة وإنشاء أبناء فعالين وأسوياء في المجتمع، على الآباء عدم محاولة فرض المخططات والأحلام الخاصة بمستقبلهم أو ما يخص دراستهم الجامعية، ومناقشة الأمور المصيرية معهم بكل هدوء، ومشاركتهم القواعد المناسبة دون فرض سيطرة كاملة. وعلى الآباء محاولة الموازنة بين علاقة الأبوة والصداقة مع أبنائهم، فمن الرائع أن نستمع إليهم كأصدقاء وأن نحافظ على طرق مهذبة في التواصل. لا يجب التركيز على أمور بسيطة كمحاولة إقناعه بقص شعره الذي يعجبه، في حين من الممكن أن نشاركهم أوقات ممتعة وندعم شغفهم من خلال الاستماع لموسيقاهم المفضلة أو مشاهدة فيلم من اختيارهم. يجب تقليل توجيه الانتقادات السيئة لهم ودعم الأشياء الجيدة مهما كانت بسيطة. مشاركة وجبة الطعام لو لمرة واحدة في اليوم من شأنها أن تحسن أدائهم الوظيفي وتحقق التوازن العاطفي لهم. العالم لا يكتشف إلا بالتجربة. دع ابنك المراهق يخوض تجربته ويختبر حلاوة النجاح ومرارة الفشل، فالألم سيمنحه القدرة على مجابهة الصعاب. ليس هناك والد مثالي، لذلك اعترف بخطأك أمام ابنك واطلب أن يسامحك وكن بجانبه دوما، ولا تطلب منه المثالية والكمال. رح نروح لآخر محطاتنا ورح نحكي فيها معلومات كتير مهمة عن الفترة القادمة. طبعا قربت الامتحانات، ويعني بعد موسم الصيف والعطلة والإجازة لكل الطلاب، وخصوصا مراحل الابتدائية اللي الأهل بيعتبروها أنه هي فترة طويلة، موسم الصيفي والأطفال بيعتبروها فترة من الراحة، ولكن أيضا في ناس بتعتبر أنه لا، هي الفترة هي الفترة لازم استثمرها مع أولادي، نمي مهارات معينة، ابني قدرات معينة وأهلهم لأعوام دراسية تانية. صحيح سلمى، واليوم ممكن كتير من الأهل يشوفوا أنه ممكن تكون الأندية الصيفية هي ترف أو أمر غير ضروري، ولكن هي كتير ضرورية وهامة، يعني بتوازي رياض الأطفال ببناء قدراته وأيضا تعليمه لمهارات جديدة وتوظيف هي المهارات وقدراته العقلية، وأكيد كتير بتحقق المتعة للطفل، أكيد وفق برامج بتنمي هي القدرات عنده. واليوم أكيد بدنا نتعرف كيف ممكن نستثمر هي الطاقات عند الطفل بدون ما تكون هي مجرد مضيعة للوقت، وبدون ما تكون هي من غير إفادة أو مجرد موضوع ترف. لهيك اليوم ما رح نتعرف على كتير من التفاصيل يلي رح نعرفها من ضيفتنا اختصاصية التربية الخاصة ريم سعد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح النور، أهلا وسهلا فيكم دائما. يا أهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، يا أهلا. خليني نبلش مع حضرتك، مثل ما قلنا فضل بالمقدمة، كتير أشخاص بيعتبروا أنه هلأ فترة الصيف معناته فترة راحة، الأطفال لازم يرتاحوا، بذلوا جهد كتير كبير، التزام كان بالمواعيد الاستيقاظ وما إلى ذلك والدراسة وكتير أمور تانية. هل هذا الشيء صحيح ولا لا؟ في شيء منه صح وفي شيء منه غلط؟ يعني عادي أن الطفل لازم يرتاح وياخد فترة راحة ويتسلى بالصيف، ولكن لازم يكون معه شيء. أنت شو بتشوفي؟ فترة الراحة بتوقع عم بتكون تقريبا أسبوع ليخلق بنهاية شهر أيار لأول حزيران، فعم تكون جيدة بالنسبة للأطفال أنه هنا يرتاحوا من الدراسة وأنه يفيقوا بكير والالتزام النظام. تماما. الأنشطة الصيفية حسب تطلع الأهل والطفل لها تختلف، يعني أنا عندي أعمار بالست سنين وما فوق، فعادة الأهل بفضلوا أنه يتعلم فيها رياضة، يتعلم فيها موسيقى، يكون في نادي، يكون في جزء منه تعليمي وجزء منه ترفيهي. كونه الأسرة غالبا جميع أفرادها هن بالعمل، فأنا ابني بالصيف ما بقدر أتركه لحاله، ممكن بالبيت أو عند حدا، فالأفضل أني أنا أشغله بشيء مفيد جيد وأنا قلبي مطمن أنه أنا ابني بمكان آمن وعم يتعلم شيء. أو إذا كان طفل تحت 6 سنين فهو بده يكون ببيئة بتحتويك مثل الأسرة الصغيرة،
مع أنشطة أشياء لطيفة، بس كون العمر لساته صغير يفضل إنه ما تكون أندية خارجية، يعني سباحة أو قدم أو 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 كرة سلة، بهي التفاصيل خارج إطار يروح ويرجع فيه لأنه بعده لساته صغير غير قادر تماماً على الاعتماد على نفسه. بس بكل الأحوال بتريح الأهل بفترة معينة هي أعمالهم وأشغالهم، وبالجهة الثانية الطفل بيكون فيها مستفيد، عم يستثمر الوقت، لأنه إذا بدنا نحكي 3 شهور صيف فهو وقت فراغ كبير جداً. أنا ابني ما بقدر بالبيت حتى لو ما كنت موظفة أقدر أشغله كل هاي الساعات الطويلة، هو غالباً رح يلجأ للأجهزة اللوحية ويلجأ لكل شيء تواصل اجتماعي، وهي التفاصيل اللي هي عم تضره بناحية معينة وعم تضر التعليم تبعه وعم تضر تحد من قدراته. فلا، الأفضل إذا أنا كنت قادر أني حط ابني بمكان يعلمه شيء مفيد فهذا أكيد شيء مفضل يتابع. اليوم ريم ممكن نشوف كثير من الأهل عم يتوجهوا للأندية الصيفية، وبنفس الوقت أهل تانيين ممكن يشوفوا هذا الموضوع ما أنه مهم أو مجرد ترف ومضيعة للوقت. فخلينا اليوم نركز على مهمة أو أهمية هاي الأندية الصيفية، كيف ممكن تعزز الأنشطة عند الطفل، وأيضا ممكن الطفل وقت اللي بيكون نشيط وبيساهم بهاي الأندية وبيستثمر طاقته بالطريقة صحيحة كتير ممكن تساعد ببناء قدراته العقلية وتنمية الصحة. تمام. خلينا نحكي شوي نسلط الضوء على قدرات الأهل المادية. تمام. يعني أنا إذا ما كنت بوظيفة معينة كأم وأدران يكون معي أطفالي بقلب البيت وما عندي القدرة بأنه يكون الطفل بمكان معين لا يلعب رياضة أو لا يكون بنادي معين، فأنا دائما احنا الدوله موفرت لنا باسعار رمزيه نوادي كبيره ونوادي فيها الطفل يتشارك فيها وكونه معه الام، فهي بتكون شيء جيد كونه انا بيروح معي بيجي معي، حتكون التكلفه كثير قليله، بنفس الوقت كثير مفيده للطفل. يعني انا ممكن يكون في بيئات تكون فيها الشارع والحاره هي مكان لعب الطفل وتسلايته، في بيئات ما فيها ما متاح، خلينا نقول هذا الواقع تبعهم، فهو إجباري بده يكون بمكان معين ليقدر هذا وقت الكبير الفراغ يستثمر، وإلا وقت الفراغ دائما نحن بنخاف من وقت الفراغ الغير مستثمر لأنه بجر مشاكل، بجر تفاصيل، عادات سيئة. فلا، الأفضل إذا أدراني ولو أنه أنا ممكن بشيء واحد أقدر خلي طفلي في خلال أشهر الصيف شو النتيجة بتكون للمستقبل، هيك خلينا شوي نحفز الأهل أكثر، النتيجة اللي بتكون للمستقبل بتضل معه. أهم شيء أنا بعمر الطفولة أو أول مراهقة كثير مهم يكون عند المراهق رياضة أو موهبة أنا عم نمي له إياها، لأنه هي حتكون معي مرادف لإلي بتربيته بهذا العمر الصعب. كنا نحن عم نحكي عن المراهقة ومشاكلها وسلبياتها وإيجابياتها، فمن الإيجابيات الكتير كبيرة بالمراهقة أنه الطفل عندي يكون في عنده موهبة، يكون في عنده هواية، الهواية بتنظمه أكتر، بتنسق له انفعالاته، بتنسق له عقله، قدراته، كونه هاي المرحلة صعبة شوي، فأنا هون كسبت سلاح معي بيساعدني أنه أحمي فيه ابني بهاي الفترة الحرجة اللي هو مو قبلاني فيها. بالنسبة للأطفال أكيد تعلم أي رياضة أو موسيقى إذا كان طبعا عنده ميول معينة هي شيء كتير مهم كمان، نفس الشيء لأنه هي لقدام حتكون مفيدة لإله لشخصيته لرياضة حلوة. في أطفال خجولين، في أطفال عدوانيين، الرياضة بتهذب النفس، بتتعود أنت على محيط اجتماعي غير المدرسة والواجبات، محيط اجتماعي بيعلمك أشياء هي بتفرغ لك طاقتك، بتحس الطفل بحس حاله مرتاح وقت يرجع على البيت، هو قدران يعمل أي نشاط مع أهله أو حتى يكون قاعد رايق، هذه تفاعله حيكون غير لأنه هو تنظم، أنا ما خليته بلا تنظيم. فضلي. طيب خلينا نحكي عن نقطة مهمة تانية أستاذ ريم، اليوم كتير أوقات وخصوصا هلأ بهي الظروف الاقتصادية بيتحول شوي كيف بده يتم التعامل مع الأطفال أو حتى الطفل شوي الكبير، يعني المراهق ينزلوا يدرين وصلنا بيعمر أكبر، هو ما له مجبور معناته هو عنده لا يستثمر الوقت الفراغ تبعه، وهذا شيء كثير جيد وكثير مهم، لانه نفس الشيء انا اخذت تنظيم واخذت وقت فراغ ما انه فاضي، وهو بفيدني لدراستي وانه ممكن اساعد اهلي بمصروفي الدراسي، هذا كثير وارد. مهمتي انا كاهل انه انا اعرف وين هذا الطفل او هي الصبيه او هذا الشاب الصغير وين بده يشتغل، العين دائما بتكون مفتوحه وانا محيطه بكل تفاصيل هذا الشغل، لانه احنا كمان بنخاف
هذا لساعته ما هو دخل سن رشد ووعي وعاشر ناس وشاف أكثر لحتى يعرف الصح من الغلط، أو لا يعرف أنه ممكن يتغرر فيه كطفل أو كمراهقة أو لا، فيكون عنده إحاطة تامة بأنه هو يحمي نفسه من أي شيء خارجي. هاي السلبيات. أما الإيجابيات، لا، هو بيبني شخصية، بيبني قدرات ماديا، بيعطي شيء حلو للدافع، خلينا نقول بيعطي دافع أنه أنا أخلص دراستي وتوجه لمهنة معينة. ما كان عم يحكي الأستاذ هون قبل ما نطلع نحن أنه سوق العمل، كنت تعرف على سوق العمل واحتياجات سوق العمل، وبنفس الوقت بس بالنسبة للأطفال شو السن المسموح فيه هيك شيء؟ هلأ عادة فوق 15. في ناس بياخذوها 5 سنين وسبع سنين مع ابوها تحت اشراف الاب، بيكون شيء بسيط، وبيكون للامانه بتكون الام يعني عندها مشكله بتواجد هذا الطفل بهذا العمر معه بالبيت مع اخواته، ممكن ترافق مع شهادات بالبيت، فبتقول لك لا ياخذه ابوه برتاح انا كم ساعه الصباحيات. كمان هذا له نفس الشيء، انا اذا اب وعندي مجموعه، طبعا انا ما نحن ما عم نزن باي حدا، عندي مجموعه من الموظفين من العاملين، طب ابني ممكن يسمع كثير كلمات، يسمع كثير احاديث، يسمع مع انه هو تحت عيني وانا بشغلي عم بيكون يتعلم عادات سيئه انا ما بدي اياها انه يتعلمها. فكثير بده يكون الاب بده يربي وقت بيكون ابنه معه، مو بس اخذه ليقضي وقت فراغ، بده يربي يعني عينه عليه. عم علمه اذا ما راح يكون هيك فلا، يفضل يقعد بالبيت ويتعذب، تتعذب شوي الام، احسن ما ابعته على بيئه مجهوله واقعد صلح سنين بالاشياء اللي هو تعلمها بهالكم ساعه اللي قضاهم. خلينا نرجع لموضوع الاطفال، وخصوصا هلا جاي الصيف وبدهم اكيد يستثمروا طاقتهم بطريقه كثير صح. طيب لنفترض اكيد في بعض الاطفال عندهم موقف الرفض وانه انا ما بدي اروح مكان، بدي ضل ممكن بالبيت، متعلق بالبيت، بده يكتب مثلا او يقرا او يضل على الاجهزه الالكترونيه، عنده موقف الرفض بشكل عام، كيف نحن ممكن هون نقنع هذا الطفل انه بدون ما يكون بطريقه انه بالرغم عنك او بالغصب عنك انت بدك تروح على النادي الصيفي وبدك تمارس انشطتك بشكل طبيعي؟ تمام. هلا اذا انا قدراني انه يقضي وقت مفيد بالبيت فما في مشكلة إذا كانت هي رغبته، أما طبعا. إذا بدنا نقضي الوقت على الأجهزة اللوحية وهي التفاصيل بوقت كبير، لا، هون يفضل الجبر. كيف نقنعه أنه يطلع ما مثلا؟ ما في اقتناع. هون ساعتها أنا بعرف طفلي أي رياضة محببة له أكثر، يا ترى بحب موسيقى، بحب مجموعات الرفقة، وعادة الأطفال بتقول لا وبتمانع بأول فترة، بس وقت أنا أقدر نقي للبيئة الصح اللي هي رح تكون مبسوطة فيها، ولو تعذبت معه او مع اسبوع باني اخذه وهو مو رضيان على المكان الجديد، بس بعدين راح يتاقلم الطفل سريع التاقلم. طبعا. انا بس مهمتي اعرف انه هو ببيئه امنه محمي من كذا خطر، مهم انه عم يعمل شيء مفيد. تماما. اما اذا بده يقعد بالمنزل وهو على الاجهزه اللوحيه فهي كثير معيقه وكثير بتستهلك من دماغه، بتخليه بالعكس عصبي اكثر، عنده حركه زايده اكثر لانه هي بتاثر على الدماغ. فأنا بصير مهمتي بعدين أول الشتاء أني أقعد صلح 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 الأشياء اللي تراكمت عليه بالصيف من هاي التفاصيل اللي حكينا عنها. لا، فيني أنا أرغمه، وأنا إلي سلطة على أبنائي أني أرغمهم بشيء هو أنا بعرف شايفته لبعيد مفيد دقلهم، بس مثل ما حكينا أنه أنا بكون في أمان للولد بهذا المكان. في شغلة الولاد غالبا الأهل بيجبروا علي أطفالهم، هي السباحة. انا بس السباحه اللي عندي منها هيك شوي تخوف، هي بتخوف السباحه. كيف يعني بتخوف؟ دائما الطفل نحن عندنا الخوف هو شيء فطري تماما، طريقه الغمر بالمي، واحيان تعليم سباحه بيكون شديد والطفل عنده رعب بانه هو لسه النفس ما بيعرف يفصله، وغالبا بيطلع بعد 3 اشهر طفل بيسبح للامانه من 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 دورات السباحه، بس بيكون كثير في ضغط عليه ليقدر يطلع بهذا النموذج. إذا أنا ماني فوق رأس ابني ما كتير يحبس تحت 5 سنين 6 سنين أني إبعته مع نوادي يتعلم فيها سباحة، لأنه بيكون في كتير خوف وبكون أنا كرهته هاي الهواية كل حياته، كرهته السباحة كل حياته. وهذا كتير منشوفه، أنه أنا منشوف ناس راشدين، أنا هلأ ما بعرف أسبح ولا عندي جرأة أنزل بأي بركة مي من الخوف، لحاله بيقطع نفسه حتى لو كانت بركة المي ممكن 50 سنتي. بس هاي الرياضة بالذات انا كنت تحت يعني باشرافي انا كاهل متواجده معهم بنفس المكان، والتدريب يكون نقي تدريب شوي الطف، لانه هي
بخاف أنا الأطفال برفضها رفض نهائي بعد تعرض لمواقف تكون صعبة بتعلم السباحة بعمر الصغير. أكيد يعني النصائح مهمة مثل العادة معك أستاذة ريم سعد الاختصاصية بالتربية الخاصة، ونتمنى الكل يكون استفاد منا، وإن شاء الله، موسم صيفي يكون هيك فيه راحة وتسلية وأيضا تنمية مهارات. إن شاء الله. شكراً لك ريم، وأكيد على كل المعلومات اللي قدمتي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، بتشرف فيكم. أما هلأ مشاهدينا خلص صباحنا معكم لليوم، وأكيد بنتمنى نكون قدمنا الإفادة للجميع من خلال فقراتنا. بدي أتمنى لكم يوم ونهاية أسبوع وبداية أسبوع، وعلى طول وبكل الأيام تكونوا دائما بخير. يمكن هذا أحسن شيء فينا نتمنى اليوم، أنه نكون بخير ونكون بعيدين عن الأشخاص السلبيين بحياتنا، كثيري الشكوى والتذمر ويلي بيسحبوا طاقتنا وبيعطونا طاقة سلبية بنفس الوقت. تكونوا بخير من هون لبكرة ولا بعدين. باي باي. أكيد عفاف، خلصت حلقتنا لليوم. نتمنى للكل نكون قدمنا بعض المعلومات المفيدة مع ضيوفنا الاختصاصيين اللي كانوا معنا بحلقتنا. أكيد بكرة رح تكونوا مع حلقة خاصة بيست أوف لأهم المحطات اللي مريت خلال الأسبوع، والسبت حلقات جديدة مع فريق إعداد جديد وزملاء جدد. أكيد بتمنى لكم كل الصحة والخير، تبقوا بألف خير. باي باي.